قصة ثعلب. جاع ثعلب جوعا شديدا، فدخل حديقة عنب من فتحة ضيقة في السور، ليبحث عن طعام فيها، فوجد فيها عنبا ناضجا، وكان يحب العنب حبا كبيرا. أخذ الثعلب يأكل من العنب حتى شبع وانتفخت بطنه، وعندما أراد الخروج من الحديقة لم يستطع، لأن الفتحة في السور ضيقة، فامتنع عن الطعام لعدة أيام حتى صار نحيف الجسم. ثم خرج من الفتحة التي دخل منها بسهولة، فلما خرج نظر إلى حديقة العنب وهو حزين وقال: أيتها الحديقة البهية، قد جئت إليك جائعا وخرجت منك جائعا. أجب عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول، لماذا دخل الثعلب إلى حديقة العنب؟ لأنه جائع، لأنه خائف، لأنه هارب. السؤال الثاني، كيف كانت نهاية القصة؟ خرج الثعلب سعيدا، خرج الثعلب سمينا، خرج الثعلب جائعا. السؤال الثالث، ما المشكلة التي واجهت الثعلب بعدما أكل العنب، وكيف قام بحلها؟ السؤال الرابع، بماذا تصف الثعلب ولماذا؟ السؤال الخامس، قدم للثعلب حلا آخر يخرج به من الحديقة. هذه قائمة ببعض الكلمات باللغة العربية والإنجليزية لتساعدك على فهم النص. شكرا لكم على حسن استماعكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة إن أعجبكم الفيديو. شكرا لكم ومع السلامة.